مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة من على هذا المشعر المبارك، مشعر منى، في أول أيام التشريق، حيث أرخى الليل سدوله في هذا المكان المبارك وسط هذه الانسيابية الكبيرة والواضحة. وحجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منشأة الجمرات لرمي الجمار الثلاث تأسيا واقتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في الدقائق القادمة ونحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية الطاهرة في هذا المكان المبارك، يسرنا أن نستضيف معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، وهو عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. مرحبا بك معالي الشيخ، وأسعد الله مساءك بكل خير. التهاني لك وللمسلمين في كل مكان على يسر وسهولة هذا النسك العظيم. وأنا أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات وإخواني حجاج بيت الله الحرام، وأدعو لهم بأن يتم الله لهم نسكهم بجسر وسهولة، وأن يعودوا بحج مبرور تغفر به الذنوب بإذن الله. معالي الشيخ، لو تحدثنا حفظكم الله عن أعمال يوم الغد، وهو اليوم 12 من شهر ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم 12 هو يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق التي سماها الله في كتابه المعدودات في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. قال الإمام ابن عبد البر: هي بالإجماع أيام التشريق. هذه الأيام يشرع فيها عبادة الرمي. الرمي نريد أن ننبه فيه على مسائل. المسألة الأولى أنه مشعر وليس رمي لإبليس. جميل. بعض الناس يظنونهم يرمون إبليس، ولذلك يعني هم يقول خذ الله يلعنك، ومعهم أدوات، يأخذ حصى كبيرة، يأخذ أو أخشاب. هذا غلط. هذا غلط. هذه مشاعر، ولذلك أنت تقول الله أكبر الله أكبر الله، ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح. ثم أيضا الحجر الذي تأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم سماه مثل حجر حصى القذف اللي ينبل به كذا، وهي مثل ما يقول العلماء مثل حبة الفول، أكبر من الحمص وأصغر من البندق، وهي الآن معروفة. لكن بعض الناس الآن من فرط بغضا للشيطان وده ياخذ حصى كبير ينمي، يظن انه، لكن هم مطالبين بالتأسي برسول الله. نعم نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الله. فسمى كبر الحبة وش سماه؟ غلو. غلو. والغلو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في أنبيائهم وفي شعائرهم. هذه مشكلة. صحيح. الرمي ثلاث جمرات غدا. جميل. مثل اليوم. اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الكبرى. يرمي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويأخذ ذات اليمين. جميل. يتقدم عن الجمرة حوالي 20 متر، 15، يبعد عن الزحمة. ثم يجعلها بيمينه. اي نعم. يتقدم عنها يمينا. يمينا. جميل. ثم يتجه للقبلة ويدعو. ورد في الحديث أنه يدعو قدر ما تقرأ سورة البقرة. سورة البقرة تبين نص ساعة. صحيح. صدق. لكن حنا الآن نقول للناس 5 دقائق أو 10 دقائق. 5 دقائق. والله معالي الشيخ إنها فرصة قد لا تتكرر. صحيح. ثم يدعو بماذا؟ يدعو بالثناء على رب العالمين. الله أكبر. يبدأ بالثناء. أي رب العالمين يحث: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. الله أكبر. فاذكروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل ما هو؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، سماها دعاء.
الله أكبر. سماها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعاب الإيمان قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وش هي؟ لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعلى كلمة في الإيمان، أعلى مراتب. نعم. ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يغيب عن ذهنه الذكر. لا يغيب عن ذهن. شوف الآن كلمة يونس عليه السلام سطر واحد جمعت التوحيد اللي هي أعلى كلمة لا إله إلا أنت، جمعت التنزيه التسبيح، جمعت الإقرار بالظلم إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورد يا إخواني في بعض الروايات أنها هي اسم الله الأعظم. لكن تكملة الآية معالي الشيخ، ها؟ أقول تكملة هذه الآية لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ما هي بلا خاصة، هذه الثمرة. أي نعم. ليست له خاصة. الله أكبر. نعود إلى الموضوع. ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله. جميل. اللي هي دعاء الثناء، دعاء أهل الجنة. دعاء أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله، سماها دعاء. صحيح. هذه ثناء على رب العالمين. جميل. ينبغي يا إخواني أن نشتغل بالثناء أكثر مما نشتغل بدعاء المسألة. ولذلك ورد في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. الله أكبر. يحسن أن الإنسان إذا دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه يلحق بها الآية الأخرى وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحم. الله. وهي وردت في القرآن الكريم. ورد ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جميل. يكثر من الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فيه الناس يا شيخ عبد الرزاق ينتظرون منا دعاء، منهم لموات. والدين اللي في القبور. صحيح. أخواننا أخواتنا اللي في القبور. صحيح. ماذا نقدم لهم؟ لينقطعوا عن العمل. نريد نقدم لهم صدقات لا يعلمها إلا الله. الله أكبر. ها؟ الله. نريد نقدم لهم صدقات لا يعلمها إلا الله، خلنا نقدم لهم. صحيح. ندعو لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم من رياض الجنات. الله. يا واسع المغفرة اغفر لوالدي، اللهم أنت الغفور ذو الرحمة، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت واسع المغفرة وأنت واسع الرحمة وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين، اللهم اغفر لوالدي. هذه التوسلات كلها موجودة في القرآن. الله أكبر. كلها نصوص في القرآن. كلها في القرآن نصوص. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله. فادعوه بها. لذلك يا أخي ينبغي لنا أن نفطن له. كذلك أيضا نفطن لقرابتنا المحتاجين. يعني الفقراء. عند أخوي بنت مطلقة، عند أختي بنت عانس، ولد عمي عنده بنات ينتظرن الزواج، ولد عمي الثاني مريض وكذا، عاطل ما عنده وظيفة، عاطل. أدعو لهم يا أخي في هذا اليوم دعاء من القلب إلى الله. الله. وانت تعرف أن ما دعا أحد لأخيه بظهر الغيب إلا ولك بمثل، قال الله الملك اللي معه ولك بمثل. الله. ولك الله. يا أخي مثل هذا الأمر. كذلك يا إخواني ندعو بصلاح الذرية. جميل. صلاح الذرية الآن بعض الناس الآن نشوفهم الله عذبهم بعيالهم. لا حول. صحيح. صحيح. عيالهم الآن هم العذاب، الله عذبهم. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. ندعو بصلاح الذرية، ندعو يا إخواني بصلاح الأزواج، ندعو بأن الله يغفر لعيالنا ذرياتنا. العيال يا أخي سفهاء ما يستغفرون وعليهم ذنوب وتجيهم حوادث وبلاوي، لكن إذا استغفرت لهم مسحت ذنوبهم. الحمد لله. وإذا ما استغفرت بقيت، وإذا بقيت صارت سبب حوادث.
وما أصابكم من مصيبة ها فمن؟ فبما كسبت أيديكم. الشباب الله يصلحهم ما يعرفوا يستغفرون، لكن أنت يا والدهم استغفر لهم. اللهم اغفر لأولادي، اللهم اغفر لولدي فلان، اللهم اغفر له، اللهم اهده، اللهم اصلحه، اللهم اهده. نعم يا أخي ادعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة أو بالإنسان يوم القيامة فيوضع له المنزلة في الجنة فيقول يا ربي عملي ما يوصلني، فيقول بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. الله يا إخواني عندنا بكرة فرصة ندعو، عندنا فرصة نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. من صلى علي صلاة واحدة ها صلى الله بها صلى الله عليه بها عشرة. الله. فندعو بعد الجمرة الأولى، بعد الجمرة الثانية نتقدم أيضا ولكن نأخذ ذات الشمال. العكس. العكس. أي. وندعو. كما دعونا في كما دعونا في الجمرة الأولى. جميل. ونثني على الله ونكثر الثناء عليه. لأن سبب من أسباب إجابة الدعاء ونتوسل بأسماء الحسنى. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى ها فادعوه بها فادعوه بها. الله أكبر. فإذا انتهينا من الجمرة الثانية نذهب إلى الجمرة الثالثة ونرمي. جميل. إذا كنا متعجلين ربي شرع لنا دعاء ما هو؟ نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا يجمع خيري الدنيا والآخرة. نعم. هذا دعاء بكرة يقال. الله أكبر. الله أمرنا أن نقوله بكرة بأمر مخصوص. نعم. الآية هذه تبي تطبيق. الله. فإذا قضيتم مناسككم بكرة اللي بتعجل يقضي يكثر من هذا الدعاء طيب متى التعجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. نعم. اللي هو أذان الظهر في مكة. أذان الظهر. لكن الصحيح أنه يجوز الرمي قبل الزوال وأنه يجوز الرمي بعد طلوع الشمس. أي اليوم الثاني عشر. وأنا قد ذكرت أدلة هذا عدة مرات وكتبت في بحث صغير في هذا الموضوع. أحسن الله إليك. أي نعم. فرمي غدا يبدأ من بعد طلوع الشمس ويستمر بالنسبة للمتعجل إلى الغروب. يعني إذا ما قبل الغروب يجوز. أي نعم. وإذا رمى قبل غروب الشمس بدقيقة أو أقل واصل. ليه؟ لأن جمرة العقبة تراها بعض العلماء يقول خارج منى. أي. يعني إذا رماها خرج من منى مرة. ما يلزمها المبيت. خلاص ما يلزمها المبيت. طيب شيخ لو تعرقل بالزحمة. الاحتياط أنه هو يا أخي لو رمى ثم تعرقل. أي. هذا يا أخي إخوانية التعجل موجودة. النية. فإذا وجدت نية التعجل مع الرمي تكفي. ولذلك بعض الناس يسأل الآن يقول لو أنا رميت وطلعت ورحت وطفت الطواف الإفاضة وسعيت يغنيني على الوداع أو طفت طواف الوداع هل يجوز لي أرجع أخذ أغراضي من منى؟ نعم. لأن ما منى مو بحرام عليك. ما يلزم المبيت. ما يلزم انتهيت. لأن الإنسان إذا رمى وذهب طاف طواف الوداع هو مثل اللي ها مسلم في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت انتهى. لو قعد في محله هل يعود للصلاة؟ لا. خلاص انتهت صلاة. صحيح. فهذا الإنسان إذا نوى التعجل وأتم الرمي قبل الغروب منها ليست حراما عليه. جميل. وأنا أذكر أن في التوعية نعم كنا بعضنا يتعجل يقولوا لنا تعجل وبعضنا يتأجل. فإذا رحنا والقنا دروسنا بعد العصر في المغرب وفي مساجد مكة فالقناها بعد العصر وبعد المغرب أخويان اللي جالسين في ميناء يقولون ترى عندنا سبت ترى عندنا كذا ذلك الحين نذبح في الخيام. ما شاء الله. قبل أول قبل سنوات. نعم. قبل أي سنوات. فنرجع نسمر عندهم ونأكل من الخروف اللي هم ذابحين هم إن متعجلين. نعم. راجعين وهم جالسين يرمون بكرة ويتعجلون. بس أنت ما انتهيتوا الآن. تمام. إينا خالصين ما انتهينا. تعجلنا رمينا وذهبنا لمكة والقنا دروس بناء على وظيفتنا كبالتوعية إما في المساجد وإلا في الحرم. نعم.
ثم رجعنا بعد صلاة العشاء، الجماعة حطونا تليفون جلس تبون ترى عندنا تبد ومقلقل ومدري ويش وكذا. يعني في حكمكم يا شيخ منى لا تختلف عن جدة والطائف. ما يا أخي ما اللي يحرمها علي؟ بعد ما تتعجل أنت منى ليست حرام عليك. جميل جميل. المهم من نية التعجل والخروج. نعم. إذا حصلت الثنتين ذولي خلاص تنتهي. يا شيخ الله يحسن إليك، يعني الآن سيذهب الإنسان إلى المسجد الحرام. نعم. ويكثر السؤال عن ذلك، يعني بعضهم يقول أنا ما طف طواف الحج وأجلتها لليوم 12. نعم. هل أطوف طوافين اللي طواف الوداع وطواف الحج ولا أكتفي بطواف واحد؟ لا، هو يا أخي يكفي طواف واحد للوداع وللإفاضة، فهو طواف الإفاضة. ولو أن شو اسمه الحاج نوى الإفاضة أو نوى إكمال الحج يكفي. يكفي يدخل لا فيه. قال بروح أكمل حجي. أي. يكفي. فهمت ولا لا؟ نعم. هم زوم يعرفون العامي إن هذا اسمه طواف الإفاضة. لا. المهم إنه يعرف إن هذا الطواف هو كمال للحج. حجة. ويكون آخر عهده بالبيت. نعم. فإذا راح وطاف وكمل خلاص ينتهي منه حتى ولو سعى بعده. جميل. يعني بعض الناس الآن عندهم يعني اختلاف في الفهم. اي نعم. يروح الناس اليوم يسعون يقول عشان يكون طواف الافاضه ما بعد السعي، لانه لو بعد السعي نطوف مره ثانيه هذا غلط. والطواف ما يجوز، السعي ما يجوز الا بعد الطواف. يعني يكون الحمله تروح الناس الان يسعون غلط. ابدا، يروحون بكره ويطوفون ويسعون ثم يسعون ثم يخرجون الى بلدان. كذلك يا اخي نحن نقول الان لاخواننا القريبين من مكه بكره في زحام شديد. صحيح. نقول لاخواننا اللي في الطائف واللي في جده ما عليكم طواف وداع. لان الصحيح اللي بينه وبين مكه مسافه اقل من مسافه القصر ليس عليه طواف وداع. وهذا قد صدرت به فتوى من اللجنه الدائمه، وهو راي قوي في مذهب الحنابله ورأي للكثير من الأئمة. فنقول لهم وسعوا على أخوانكم. يعني يا شيخ أحسن الله إليك، من طاف طواف الإفاضة في يوم النحر وسعى يكفيه. يكفي. هذا من أهل جدة وأهل الطائف. من أهل جدة وأهل الطائف والمناطق القريبة منها مثل بحرة ومثل حدة، مثل نعمان وادي نعمان، مثل المناطق الضواحي. أي نعم. الشرايع. هذه التي دون الطائف وجدة. جميل. حكمها حكم الجموم. حكمها حكم الطائف وجدة، ليس عليهم طواف وداع. حكمها حكم مكة. نعم. أي جميل. نعم. معالي الشيخ، يعني ودنا نتحدث هنا حفظكم الله، يمكن باقي دقائق فقط، عن حسن الختام، يعني مع يعني نهاية هذا النسك العظيم وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. في هذا الآن حسن الختام، الله قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. شوف يا أخي، الشيطان يجي للإنسان ويحاول يضيع عليه عمله. والناس تراهم في أمور الآخرة مثلهم في أمور الدنيا. الحين أنت لو عندك في بيتك عندك تعمر عمرتين وفيها كهربائي في العمارة دي وفيها كهربائي في العمارة الثانية. واحد منهم طيب يشتغل مضبوط، وإذا جاء الآخر قال شوف يا عمي هوني خلصت، باقي شيء علمني قبل أسلم. حريص. هذا خاتمته طيبة ما شاء الله. صحيح. والثاني ذاك يتعبك ما خلص شغله وشلشله، تعال يا ابن فلان تعال خلص شغلك، ما يجي. ترى الحجات مثل ذا. فيه ناس ذليل يرمون من الساعة 12، يقولون يحسبون مثل يوم الخطوط. أيه. يوم الخطوط يبدأ من 12 يروح يبدأ مثل يروح يرمي زي الساعة زي نعم يرمي طول الله عمرك من الساعة واحدة في كذا، ويروح ما يصلي الفجر اللي عنده هلا. أيه. ويقول لا أنا رميت اليوم ابتدى من 12. هذا من العجلة. ما يجوز الإنسان يرمي إلا بعد طلوع الشمس ما هو بطلوع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغيلمة عبد بني عبد المطلب أي أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس. الله أكبر. هذا رقم واحد. جميل. رقم اثنين، بعض الناس الآن يؤذي، تجده في المطاف يؤذي الناس، يسرع وبعضهم يشب على وخياته معه حريم. ها مش قطعتينا أنت. أعوذ بالله.
يشب على الناس ويضيّت نفسه في أخذ السفر، لا حول ولا يرجعون إلا مرطين أنفسهم. هذا ترى كله من الشيطان، من الإيضاع. نعم، كله من الشيطان يا أخي. اهجد ورم. أنا أريد يا إخواني أذكر لكم بعض القضايا اللي مرت علينا في الإفتاء، يعني يدلك على يعني بعض الناس نادم. في واحد يطوف في طواف الوداع، نعم، تعرض أحد الحجاج، طاح إيه؟ طاح أحد الحجاج، فمسك امرأة هذا بصدرها سداء وفتح الظاهر صدرها وما أدري سواه، مسكين طاح تحت رجليه من حر الموت. الرجل هذا يبي قام وحط رجله على صدره وضغطه، والله إني أسمع صوت صدره بس إني زعلان مرة. الشيطان خلاه خلاه وراح، يقول إنه مات. عاد ندم شديد، قضايا عظيم جدا. صحيح. لا يزال الإنسان في فسحة المدينة ما لم يصب دم الحرام. صحيح يا أخي. كذلك يا أخي بعض الناس الآن يجي ويضارب، لا حول ولا قوة، يضارب أما في موقف سيارة ولا يضارب العسكر اللي يقولون له مش ولا راح ولا تجي، ولا يضارب البوابين اللي يقولون له لا تدخل الحرام، الحرام مليان، فيجي يطول العمر ويشب فيهم ويضاربهم. هذه نهاية الحج. وين الختام السيء؟ وين الختام السيء؟ بعض الناس في المطاف يسب ويشتم، ها ليه؟ لأنه متنرفز مرة، يبي يظن يا أخي أن الرياض بيطير لما يروح له، ويتناسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون أول الناس. السكينة السكينة، إيه نعم. صحيح. هذه مشكلة يا أخي. وهذه من الأشياء التي جميل يعني تفسد الخاتمة، لا حول ولا قوة. هذه من الأشياء اللي تفسد الخاتمة، نعم. ولذلك نقول للناس يا إخواني، نعم، أحسنوا الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم. وحنا مضطرين مع الشيخ أن نختم هالأمسية، نعم، الجميلة معكم لانتهاء وقت هذه التغطية، وسنواصل إن شاء الله لعلنا معكم في مناسبات شرعية قادمة إن شاء الله. إذن كنا وياكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلب، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. سنواصل إن شاء الله هذه التغطية مع ضيف آخر، فشكرا لمعاليه، وشكرا لكم أنتم على حسن الصوت وكريم المتابعة. أكرمونا بالبقاء، فنحن معكم في هذا المشعر المبارك وفي هذه الليلة الرائعة الجميلة في تاريخ المسلمين، ونحن هنا في مشعر منى. أكبر ولله.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، يتجدد اللقاء بكم في هذا المشعر المبارك في مشعر منى في أول أيام التشريق في هذه الليلة المباركة، حيث السكينة والهدوء والخشوع تظلل هذا المشعر المبارك. توجه حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، التقينا بهم حقيقة ارتياح كبير جدا ارتسم على وجوه ضيوف الرحمن وهم يتلقون تلك الخدمات من القيادة في المملكة العربية السعودية ومن كافة الجهات المعنية بتقديم أعمال حج هذا العام، سواء كانت من القوات الأمنية والجهات الأمنية أو حتى كذلك من الجهات الخدمية. الأمور ولله الحمد والمنة تشهد انضباط كبير جدا في تحركات حجاج بيت الله الحرام، كذلك الطائرات المراقبة الجوية والاستطلاع تظلل سماء مشعر منى للاطمئنان على حركة حجاج بيت الله الحرام وهم يسيرون في طرقات هذه المنشأة العملاقة، المنشأة الكبيرة، منشأة الجمرات بما تضم من مرافق كبيرة جدا. لازلنا مشاهدين الكرام نتواصل معكم في تسليط الضوء حول الجهود المبذولة والمقدمة لضيوف الرحمن وهذا الاصطفاء والاختيار من الله عز وجل لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية. نرحب بضيفنا في هذه الأمسية المباركة بسعادة العميد سعاد بن صالح الحارثي وهو قائد قوات الحرس الوطني في أعمال حج هذا العام. مرحبا بك عميد سعاد وسعادة بك وبكافة القوات الحرس الوطني مشاركة في حج هذا العام 1437. الله يحييك ويطول عمرك ويحيي أيضا المشاهدين الكرام. نعم، وأتمنى إن شاء الله يكون لقائنا مفيد لهم جميعا بإذن الله. دعنا بداية نتحدث عن المحور الأول وهو الأقرب لنا هنا في هذا الاستوديو، خلفنا جسر الجمرات نشاهد ضيوف الرحمن وهم يؤدون الآن صلاة العشاء، نشاهد أيضا يعني سيابية في حركة حجاج بيت الله الحرام. ما هي مهمة الحرس الوطني وقوات الحرس الوطني في منشأة الجمرات تحديدا؟ طبعا كجزء من القوات المشاركة في تنظيم الحشود وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، يشارك الحرس الوطني بقوة تقدر ب 2000 فرد وضابط ما شاء الله، يساهمون أيضا في تسيير الحركة في المشاة ويمنعون الافتراش في الأماكن التي قد تعيق حركة الحجاج في تحركهم من وإلى الجمرات. جميل. من خلال الممرات المؤدية إلى الجمرات. جميل. هذه القوة نتحدث هنا عن قوة الحرس الوطني سواء كانت في منشأة الجمرات أو حتى انتشارها في المشاعر المقدسة، هل تخضع سعادة العميد لتدريب خاص قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة؟ لا شك أنهم يخضعون لتدريباتهم العسكرية مسبقا. جميل. وبالنسبة لتدريباتهم على يعني فيه يعني في الأوقات الأخيرة أصبحت وزارة الداخلية تعنى بعقد دورات تدريبية لكيفية فض الحشود وتفتيت الكتل إلى كتل أقل، وشارك من عندنا من المنسوبين اللي مشاركين في هذه المهام سواء ضباط أو أفراد في حضور هذه الدورات والنهل من علومها والاستفادة من الخبرات والتجارب للسنين الماضية. ولا شك أنهم أيضا تجاربهم خلال السنوات الماضية أيضا تكسبهم وتثري تجربتهم ويكونون على اطلاع. الجدير بالذكر هنا أنه منسوبي قوات الحرس الوطني أو أي قوات أخرى مشاركة في مثل هذه المهام يلتزمون بمهامهم كل عام. جميل. وقياداتهم تلتزم بذات العناصر حتى لا يختلف عليهم الموقع أو المهمة، يعني يكون بناء بذات الجاهزية والتدريب وبذات الخبرة والتجارب. جميل. لأنه إذا كان العسكري سبق وأن زاول هذا العمل لسنين عديدة ومرات مديدة، نعم، يستطيع أن يتناوله بكل يسر وسهولة، غير لما العام هذا يعمل في مكان والعام الآخر يعمل في مكان آخر. صحيح. فقد ينتج لبعض القيادات إشكاليات، وهذا الحمد لله يعني من الدروس المستفادة ومتلافة من زمان يعني. نعم، في مشاة الجمرات الحقيقة أكثر من قطاع يشرف على تنظيم أعمال الحج ودخول حجاج بيت الله الحرام، وهذا يدل دلالة واضحة جدا على حرص القيادة في المملكة العربية السعودية على تأمين السلامة لضيوف الرحمن. آلية التنسيق مع الجهات الأخرى سعادة العميد؟ التنسيق يتم مسبقا. جميل. التنسيق من قبل لا تفد القوات إلى مكة المكرمة، يعني القيادات
تجتمع وتتدارس الخطط العام السابق وملاحظاتها على الأعوام السابقة، ويناقشون الخطط الحالية والخطط البديلة لها في حال حدوث أي طارئ، وتكون هناك اجتماعات يعني مستمرة قبل حتى نزول القوات ويعني استلام مهامها في مواقعها. يجب أن يكون هناك تخطيط واجتماعات مسبقة ودراسة للمواقع والتجارب، وكشف أيضا ميداني، كشف ميداني للمواقع برفقة ضباط مختصين قبل انطلاق موسم الحج. لا شك لا شك، ويجب أن يعلم كل منهم مكانه وموقعه وآلية العمل المطلوبة منه ومن المجموعة التي يديرها، ومن ثم يبدأ بفضل الله تعالى إن شاء الله وتوفيقه كل قوة تقوم بواجبها. عميد سعد، الحقيقة غدا ستتوجه أنظار المسلمين في كل مكان وكذلك ضيوف الرحمن في يوم التعجل إلى الساحات المحيطة بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام لأطهر بقعة على وجه البسيطة لأداء طواف الوداع. حدثنا عن إسهام قوة الحرس الوطني أو قوات الحرس الوطني المشاركة في أعمال الحج هذا العام في تأمين بوابات الحرم. قوة وزارة الحرس الوطني المشاركة في الحرم لديها جزء من بوابات الحرم الشريف والساحات المطلة على هذه البوابات، والتي تتخلها بعض الممرات الانسيابية الحجاج وحركتهم إلى المناطق. شأنهم شأن القوات الأخرى المسيطرة على بعض البوابات الأخرى والساحات المقابلة لها. هناك مركز القيادة والسيطرة تابع للمنطقة المركزية في الحرم الشريف. هذا المركز مزود بأحدث التقنيات لمتابعة الحجيج من حركتهم من المشاعر المقدسة إلى الحرم. جميل. فأثناء متابعة حركة الحجيج بالكاميرات والمراقبة الفورية الآنية، يعني تردنا التحذيرات مسبقا بتوجه الكتل البشرية اللي بحاجة إلى تفتيت إلى كتل أقل، وتوجيه انسيابيتها إلى مناطق تستطيع استيعابهم، وعلى ضوءه يعني أحيانا تكون خطط مثلا بديلة، التعليمات حالية يعني طبعا وفق الخطة السابقة، تمر لكم بلاغات يعني من غرفة العمليات إلى الضباط والأفراد المباشرين في مواقعهم. نعم. وبالتالي يعني يتم اتخاذ الإجراء المباشر. وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء المباشر إذا 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 لم يكن هناك طارئ، أن تبقى الخطة على وضعها، يعني. والبوابات المحددة للدخول محددة للدخول، بوابات المحددة للخروج محددة للخروج، الطرقات اتجاهها محددة مسبقا. ما لم يحدث شيء طارئ فتبدل الخطط بحيث أنه بعض الطرق تعدل اتجاهاتها، بعض القادمين إلى بوابات الحرم يوجهون إلى بوابات أخرى حسب استيعاب البوابات والأماكن اللي يمرون فيها. جميل. إذن هناك الحقيقة لقوات الحرس الوطني يد تحمي ضيوف الرحمن وترعاهم، ويد أخرى أيضا تقدم لهم الخدمات الطبية. حدثنا عن الرعاية الطبية المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. لا شك أن لوزارة الحرس الوطني جهود نيرة ومثمرة في هذا المجال، فلدينا مراكز طبية في مزدلفة وعرفات. جميل. ولدينا مركز طبي أيضا في منى ب40 سرير، ما شاء الله، يقدم خدمات طبية للمرضى سواء من ضيوف الحرس الوطني أو من الحجاج. الحالات اللي تتطلب يعني علاج أكثر تطورا بالإمكان نقلهم إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية، ممثلة في مستشفى الملك خالد الحرس الوطني في جدة. والخدمات الطبية يعني في غالبها وقائية أكثر منها من شيء آخر. أي يعني تقدم لهم الخدمات أيا كانت جنسيته، أيا كان مكانه، أيا كانت حملته، طالما أنه مسلم وحاج وبحاجة إلى الرعاية الصحية
تقدم له بدون شك. نعم عميد سعد، دعنا ننتقل إلى جانب آخر وأحسبه غاية في الأهمية. أنت تنزل إلى المواقع وتراقب يعني طبيعة العمل لأفراد وضباط الحرس الوطني في المشاعر المقدسة، كيف ترى وكيف تقرأ وجوه أفراد وضباط الحرس الوطني وهم يقدمون الخدمات لضيوف الرحمن وهم يقومون أيضا بهذا العمل الجليل؟ كل مواطن سعودي وليس فقط العسكريين، جميل، والمدنيين منهم، جميع من تسنح له الفرصة بخدمة الحجاج لن يتردد في ذلك، فما بالك بمن هو مكلف بهذا الأمر. الله. الجميع يتسابقون والله، والله بعضهم أننا يعني نحاول نسحبه من الواجب لنتركه يرتاح نبدله بآخر فيحتسب الأجر عند الله عز وجل ويقول أنا باقي. الله. فالحمد لله رب العالمين، يعني جميعنا محتسبين الأجر وفرحين بقدوم هؤلاء الحجاج وفرحين ومتشرفين بخدمتهم، ولا شك أن الله عز وجل أولى هذا البلد وهذا وحكامه وشعبه. يعني هذه المكرمة بأن أوجد الحرمين الشريفين لدينا وجعل الأفئدة تهوي إلى هذا المكان وقيض لنا الله فرصة خدمتهم. يعني هذه مجال عظيم للأجر حتى والثواب من الله عز وجل. أسأل الله أن يثيب الجميع وأن يأخذ بيدهم ويوفقهم، وأسأل الله أن يرد الحجاج إلى أهلهم سالمين وغانمين. نعم وعميد سعد، ربما أيضا قنوات التواصل الاجتماعي تحفل بكثير من الصور العفوية لجندي وهو يحمل أحد حجاج بيت الله الحرام إلى مكان، ينقله إلى مكان ربما أنه عاجز، أو حتى سقايته للماء، أو حتى يعني تقديم الإسعافات الأولية وغير ذلك. أنا يعني حقيقة عميد سعد، من خلال مطالعتنا لحجاج بيت الحرام وجولاتنا، يعني بعض الأفراد في الجهات العسكرية والأمنية تحديدا ربما أنه يقوم بعمله ومع ذلك يتعداه إلى تقديم الخدمة الإنسانية لضيوف الرحمن. قراءتكم لهذا البعد الإسلامي الإنساني الذي يقوم به كافة القوات الأمنية في حج هذا العام؟ الدافع الروحاني الذي أتى بالحجيج وبعضهم جمع نفقة مصاريف حجه ليفد إلى هنا من من, من 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 أقطار بعيدة. العامل الروحاني هو ذاته العامل الروحاني الذي يجعل العسكري ورجل الأمن يتفانى في خدمة هؤلاء الحجاج، وقد يذهب مثل ما تفضلت إلى أبعد من واجبه ومحيط واجبه العسكري. فهذا شيء جميل الحمد لله رب العالمين، نلمسه في الحج وبركة الحج والحمد لله رب العالمين. سعادة العميد، لو تحدثنا حفظكم الله عن الآليات والتجهيزات التي ترافق وتواكب قوات الحرس الوطني في المشاعر المقدسة، من أي ناحية؟ يعني مثلا هل يوجد لديهم مثلا أجهزة تقنية تمكنهم من التواصل مع غرفة القيادة والسيطرة وبالتالي التدخل السريع عند وجود أي طارئ لا قدر الله؟ لا شك أنه لدينا قوات أيضا لأمور أخرى فنية تقنية، مثل جميل. وحدة التعامل مع المتفجرات. جميل. وهذه الوحدة لديها أحدث التقنيات في التعامل مع المتفجرات وهم متدربين ومخصصين على هذا الأمر. جميل. أما الوحدات المشاركة في تنظيم الحشود وتسيير الحشود وتوزيع الكتل البشرية لتتسع المساحات اللي مخطط لها، هذول لا يحتاجون أكثر من لباسه العسكري وبدلته ويظهر مسالما جدا، يعني لا يظهر منها. نعم، لو تحدثنا أيضا عن تجاوب ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام مع تعليمات وزارة الحرس الوطني وأفرادها وضباطها في تنظيم أعمال الحج، كيف كانت؟ أنا أتكلم هنا عن تجاوب حجاج بيت الله الحرام مع التنظيمات. لا شك أنهم متجاوبين، ونعذر يعني لا إحنا نتعامل كثيرا ما نتحدث مع منسوبينا أنكم تتعاملون مع ثقافات مختلفة. صحيح. أعمار مختلفة، جنسيات مختلفة، قد يفهم عليك وقد لا يفهم عليك، كذلك مسيرهم في مناطق قد يكون وصل به التعب منتهى، فيجب أن تتحملون يعني بعض الحالات، لأنه يعني حالات بسيطة جدا من بعض الحجاج يكون تعب مسكين حالة إجهاد، في حالة إجهاد، فلما يمنع أنه يدخل من هنا تجده يعني يتضجر أو تكون له ردة فعل بسيطة. فنوصيهم دائما بتحمل وأخذ الأجر إن شاء الله في ذولي، وتفهم أنهم يعني يأتونهم متعبين من المسير من مسافات طويلة. صحيح. طبعا حنا
كان يكون بودنا لو نستطيع السماح لهم أحيانا، ولكن لمصلحتهم ومصلحة الحجاج الآخرين نضطر أن نوجههم لمكان آخر. فالله المستعان يعني للراحة مثلا توجههم إلى أماكن أخرى؟ لا، نوجههم لأماكن تستطيع استيعابهم الدخول منها. فهم أحيانا يصرون على الدخول من مناطق لا يمكن لنا السماح لهم بالدخول، لأنه بيكون لهم ضرر أو يواجهون كتل خارجة من الحرم. ثم يحدث لا سمح الله شيء يضرهم أو يضر القادمين، فلذلك نضطر أحيانا. فهو يعني لأنه يجي مشى مسافة طويلة فما بيتحمل البعض منهم. لكن ما يتجاوبون يعني؟ لا يعني أنا أتكلم يمكن عن 1 في 1000، البقية كلهم متجاوبين وماشيين بانسيابية والحمد لله، ولا نواجه منهم أي مشكلة. قوة الحرس الوطني هي متموضعة فقط في ميناء والمنطقة المركزية أو حتى في عرفات ومزدلفة؟ في عرفات ومزدلفة نعم. في عرفات ومزدلفة نعم. طبيعة العمل في عرفات؟ في عرفات ومزدلفة محطة القطار. اي نعم. وكذلك الخدمات الطبيه تقدم لهم في عرفات ومزدلفه. يعني انا ملاحظ القوات الامنيه سواء الحرس الوطني او الامن العام وغيرها من الجهات دائما سبحان الله العظيم يعني الوجود يكون في كل مكان. حتى لا يحدث اي طارئ لا قدر الله. لا شك. اي نعم، وهذا حقيقه يعني بعد جميل منهم. ودائما القوات العسكريه ربما انها تفرض لا قدر الله اسوء الاحتمالات حتى يتم معالجه مثل هذه الاخطاء. دعنا أيضا ننتقل إلى جانب آخر، ونحن نتحدث هنا عن قوات الحرس الوطني المشاركة في أعمال هذا الحج، هل لنا أن نأخذها بلغة الأرقام لو استطعنا مثلا عدد القوة وغير ذلك؟ القوة المشاركة الفعلية في حدود 4300. ما شاء الله تبارك الله. المشاركة الفعلية ولدينا تقريبا 1200 قوات احتياط. ما شاء الله، قوات سند. قوات احتياط يعني تحت الطلب جاهزين في أي لحظة. أي نعم للدخول. هذا بالنسبة للأعداد البشرية. جميل. إذن كنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة في حديث مع العميد سعد بن مصلح الحارثي وقائد قوات الحرس الوطني المشاركة في تنظيم أعمال حج هذا العام 1437. تحدثنا معه عن آلية عمل هذه القوات، قوات وزارة الحرس الوطني في مشعر ميناء وكذلك في مزدلفة وفي عرفات وفي المنطقة المركزية للمسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يوفق كافة قواتنا الأمنية والعسكرية وكذلك الخدمية لتقديم خدمة كبيرة وعظيمة لحجاج بيت الله الحرام، وهو شعار عرفت عنه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. الجميع ربما حتى لو لم يتحدث بهذا الشعار لكن أفعالهم تنطق به، وهو خدمة الحاج شرف لنا وهو وسام يرفعه الجميع ويشرف به من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسدد هذه الجهود وأن يكون إن شاء الله موسم هذا العام 1437 والمواسم القادمة إن شاء الله مواسم ناجحة يخرج من خلالها الحجاج مغفور لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. الشكر والتقدير أيضا مشاهدينا الكرام يتواصل لمخرج هذه التغطية معدي زميلنا وفقه الله، وكذلك لكافة الزملاء طاقم هذه التغطية. نلتقي بكم إن شاء الله في نشرات إخبارية قادمة وفي تغطيات مباشرة من مشعر ميناء وكذلك في المنطقة المركزية للمسجد الحرام لنرصد لكم هذه المظاهر الإيمانية العظيمة لضيوف الرحمن وهم يختتمون رحلة العمر بارتياح كبير وبخدمات متكاملة وبمنظومة أسهمت بها كافة القوات المعنية وكذلك الجهات الخدمية في حج هذا العام 1437. طابت ليلتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.